اليوم الثالث والعشرون من شهر باب المبارك. نار الروح فينا. أعطنا يا رب روحك القدوس، النار الغير الهيولية التي تأكل كل الضعيفات وتحرق الموجودات الرديية، تطرد عني كل فكر رديء وتخفيه وتبدد أعدائي، تغنيني بكنز ملكوتك وتشبعني بشهوة حبك، تريني وجهك وتملأني من سلامك وقوتك فأفرح وأتهلل، تقودني في الطريق وتسقط ألوف وربوات من طريقي، تملأني بالسر الأبدية وتفرحني برجاء الأبدية، تملأني من حبك فأتبعك إلى أن تجيء وتأخذني، تلبسني صورتك وجمالك فأتزين بك يا حبيب نفسي. ربي يسوع، ابق في قلبي من نار حبك القدوس حتى تفني الشوك والحسك وتهبني النقاوة والحب يا محب البشر، ولك كل المجد إلى الأبد آمين.